بسم الله الرحمن الرحيم، مع اللقاء السادس عشر من لقاءات وبشر المؤمنين، مع آية فيها تلميح يغني عن التصريح في استحقاق البشارة للمؤمنين. قال تعالى في سورة يونس: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة، لاحظوا، وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. بماذا استحقوا هذه البشارة؟ وكانوا في نسبة المؤمنين، في نسبة المبشرين، اجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. إقامة الصلاة، أن تقيم الصلاة وأن تقيم حدودها وأن تقيم أثرها في حياتك، حتى تكون مستقيما، حتى تكون أمينا، حتى تنهاك عن الفحشاء والمنكر، حتى تزجرك عن كل وصف يباعدك عن محبة الله، استحقوا وبشر المؤمنين. فمن أراد أن يكون من أهل البشارة ليقيم الصلاة في حياته، من أراد أن يستحق بشارة المؤمنين ليقم أمر الله عز وجل في حياته. الصلاة ليست حركات شكلية فحسب، كم من أناس يصلون وقلوبهم غافلة وهم سادرون. لذلك يعني ليس للرجل من صلاته إلا ما عقل منها، فما هو حظك من إقامة الصلاة؟ انظر، فتش، هل تقيم الصلاة حتى تحجبك عن محارم الله، حتى يعني تزيد شوقك إلى يعني لقاء الله عز وجل، حتى تكون هي الترياق عند المرض، حتى تكون هي الأمان عند الخوف، حتى تكون هي السكينة عند القلق؟ كيف؟ هذه الحالة هي حالة المصلي الحقيقي، كما قال عليه الصلاة والسلام، يعبر عن حالة المصلي الحقيقي الذي أقام الصلاة فاستحق البشارة. قال: أرحنا بها يا بلال، يجد المؤمن راحته بإقامة الصلاة. كان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر، يعني اشتد عليه أمر كذا، فزع إلى الصلاة. فهل نحن مشتاقون إلى الصلاة؟ هل نحن نجد الطمأنينة التي نبحث عنها في الصلاة؟ أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبشرنا بما بشر به عباده المؤمنين، وأن يذيقنا لذيذ مناجاته. وإلى لقاء آخر بإذن الله، وتقبل الله صيامكم وقيامكم.